كلف الرئيس العراقي برهان صالح محافظ النجف السابق ورئيس كتلة النصر في البرلمان العراقي عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما حصل قبيل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية الخاصة لهذا الغرض. التكليف جاء بتوافق من قوى سياسية شيعية عدة، فضلا عن قبول سياسي سني وكردي به مع بعض التحفظات من أطراف أخرى. تكليف النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، تكليفنا هو الثاني في العراق بعد استقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على إثر أشهر من مظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح السياسي من رئيس ائتلاف النصر النوابي لمكلف برئاسة الحكومة، تعيين لعضو آخر من النخبة السياسية بتشكيل الحكومة على خلاف المطالب العراقية، غير أن رحلة المناصب للزرفي تنتهي في حال نجاحه برحلة تلقي الثقة من البرلمان ليبدأ بعدها برحلة إخراج العراق من الانسداد السياسي، ما صرح بشأنه نواب مشيرين لضرورة عدم تكرار الزرفي لإجراءات المكلف السابق محمد توفيق علاوي. الآن تم تكليف السيد عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، والحقيقة فإنه أمام امتحان صعب، إما أن يرضى بالمحاصصة وتقسيم الوزارات بين أحزاب الطبقة السياسية انطلاقا من مبدأ المحاصصة السياسية، وبالتالي تستمر عملية حلب الوزارات والفساد من دون تحقيق إنجاز ملموس على الأرض. مهلة 30 يوما أخرى تمنح لتشكيل الحكومة، أشار إليها الزرفي سابقا واصفا المشهد بالمهمة الصعبة، ومؤكدا على 4 تحديات تقف أمام تحقيقها: ثقة الكتل السياسية وثقة شعبية وتوافق دولي وأزمة صحية. هي تحديات رغم التصريح بها لم توقف قبول الزرفي بتكليفه من الرئيس العراقي برهم صالح. يأتي ذلك في وقت كان قد أشار فيه الزرفي لسقوط حق الترشيح لأي عضو من الكتل المشاركة في الحكومة السابقة، مؤيدا بعدها المطالب الشعبية بتكليف شخص يتوافق مع طموحات الشباب العراقي في ثورة تشرين حسب وصفه. وحول هذا الموضوع ينضم إلي من إسطنبول عبر خدمة سكايب السيد طلال حريري المختص بالعلاقات الدولية والمحلل الاستراتيجي. سيد طلال، إلى أي مدى تعتقد بأن الزرفي سوف ينجح فيما فشل فيه سلفه محمد توفيق علاوي؟ ومن ناحية أخرى، إلى أي مدى يتطابق هذا مع مطالب الشعب العراقي الذي من فك يتشبث بمطلب اختيار شخصية مستقلة عن التيارات السياسية لتشكيل الحكومة القادمة؟ نعم، تحية لك. في البداية يعني نحن نؤكد على شيء واحد، وهو أن الأزمة السياسية التي يمر بها العراق هي من إنتاج هذه الطبقة التي تتحكم بالعراق على أساس وعلى أشكال أحزاب سياسية إسلامية وما إلى ذلك. لكن عدنان الزرفي كمرشح اليوم أعتقد أن الآلية لا تختلف عن تكليف محمد توفيق علاوي، لكن المشكلة اليوم أن بعض الكتل التي توصف بالكتل اليمينية الأكثر تشدداً إلى الجانب الإيراني هي من ترفض عدنان الزرفي اليوم وتتهمه بالعمالة إلى أمريكا، وهناك من ربط ترشيح أو تكليف عدنان الزرفي بهذا الوقت الذي يشهد غاية أمريكية ونوايا حقيقية بالتصدي للميليشيات الإرهابية أن نوع من المؤامرة. فإذا المشكلة ليست في الشخص المرشح بقدر ما لكن هي لكن مشكلة. لكن الزرفي كان يعني معروف بأن كان لديه على الأقل أواصر ولقات مع عندما كان مخطئا مع الحرس الثوري الإيراني، وكان أيضا يعني هو حافظ على توازن بين محور إيران والمحور الأمريكي. بالتأكيد هو كان محافظا لمدينة النجف قبل أن يكون عضوا لمجلس النواب، وهو كان قريب على دولة القانون التي يرأسها نور المالكي. هذا الموضوع ليس مخفيا لا على الرأي العام العراقي ولا على الإعلام، لكن رئيس الجمهورية من خلال هذه الآلية التي يتبعها هو فقط وكأنما يصرف أعماله كرئيس جمهورية، وكأنما
يريد يقول للطبقة السياسية أنني أفعل ما أنا ملزم به بالدستور، لكن التوافقات هي من تحسم وليس التكليف، وشاهدنا ذلك في عملية تكليف محمد توفيق علاوي فشلت فشلا ذريعا وانتهى الأمر. فإذن اليوم يعاد السيناريو نفسه، والأهم من ذلك أن الجماهير العراقية لأول مرة تنقسم بين مؤيد ورافض. نعم، وهو الآن ما زال ينتظر ما يمكن وصفه بتفويض الشعب العراقي حول هذا الأمر. أعتذر لضيق الوقت، وسوف نتابع الموضوع في أوقات لاحقة. طلال الحريري، الخبير الاستراتيجي والخبير في العلاقات الدولية، كنت معي عبر خدمة سكايب من إسطنبول.